هي اللي كتوجد فيها طبقه الاوز، هذه الستراتوسفير كتبع على الارض ما بين 80 50 كيلومتر. قبل ما نهضروا على الخطر ديال طبقه الاوزون، الاوزون كتكون من واحد الغاز، هو غاز الاوزون، هو غاز اصبحت المشاكل المناخيه. عرائد خاصنا جمعيات يتكونوا في هذا المجال هذا، كيفاش يكتبوا عريضه؟ لان عندها ضوابط ما كتكتبش اي حاجه. الحمد لله كان الوجود وكان الحضور الكبير ديال جميع الدكاتره والاختصاصيين والمهندسين، كذلك مهندسين ديال الميكانيك، باش كنا واحد الندوه حول طبقه الاوزون. فالحمد لله كانت ندوه يعني استفدنا منها كثير. لاول مره كنحضروا لهذا الاجتماع، والحمد لله كان واحد الحوار بناء اللي استفدنا منه جميعا، لا يعني بان نعرفوا شي حوايج على البيئه اللي فعلا حنا ما كناش عارفين هادشي هذا، وديك الاحتباس الحراري. فالحمد لله كان استفاده كبيره، نوجدوا ان شاء الله استعدادات كبيره باش نحتفلوا بعيد المسيره المقبل اللي غنتوجهوا لمدينه العيون. مدينه العيون ان شاء الله غادي تكون واحد الزياره لموريتانيا، فكنتمنى وتكونوا حاضرين معنا ويكون كل المساهمه ديال الاخوان ديالنا كذلك. وكنشكروا الفنانين والفنانه واللي طربونا، يعني كانت جلسه يعني امسيه كانت يعني فنيه وكما عمليه وفنيه، ويعني كان فيها الفن ولا يعني جمعت ما بين جميع الانواع ديال للفن ولا العشاق ديال السيارات ولا الرياضه. والحمد لله وفي هذا الشيء كله في حب الوطن، الحمد لله الشيء اللي كنا نطمحوا ليه راه حنا وصلنا والحمد لله جميعا. الجمعيات الان هي موجوده، اللي هي 90% ديال الجمعيات كلها جمعيات اللي هي غير مؤهله. غير مؤهله اللي كيكون عندك السنه مازال جي سوبر. دونك كنت كنقول ان العرائض ما كيتقدموش يعني بطريقه عشوائيه، عندهم ضوابط قانونيه. قدمنا واحد العرض حول ثقب الاوزون، كيفاش يمكن لنا نحميوه. انا قدمت عرض بعنوان الاحتباس الحراري، اللي هضرت فيه على الظاهره اللي هي جديده ما كانتش قبل من لو 15 سيكل، يعني هاد الظاهره اللي جاتنا مع الثوره الصناعيه، يعني ما كانتش من قبل يعني السنين اللي مرت ظاهره جديده. هضرت على الاسباب ديالها، كيفاش ظهرت، هضرت على الاخطار ديالها، الاسباب والاخطار، وهضرت على الحلول اللي يمكن لنا نديرو، اللي يمكن لنا نقومو بها باش يمكن لنا نحميو الكوكب ديال الارض من الاحتباس الحراري، اللي هو عباره عن ثلوج اللي هي دابت في القمم عن القطبين الشمالي والجنوبي اللي راهم كيدوبوا حاليا على الكوكب، رئه الارض اللي هي غابات الامازون، وهي كتحترق الان عن فيضانات اللي كنشوفوها كثيره واحد الشكل رهيب لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. اذا شاركت بهذا الموضوع اللي هو موضوع اللي هو موضوع الساعه، واللي موضوع اللي خصنا كلنا نتجندوا باش يمكن لينا نحدوا، لان السبب الرئيسي ديال هذا الشيء كله الغازات اللي سبت لنا بالصعود ديالها للغلاف الجوي، سبت لنا في ثقب الاوزون، واللي هو بصدد ديالو اللي هو العنوان ديال هذه المداخلات كلها، ثقب الاوزون. يعني بغينا نشوفوا كيفاش يمكن لنا كلنا نضموا ونتحدوا باش نحميو الارض ديالنا، لان الارض ديالنا الكوكب الوحيد اللي كنعيشوا فيه، الا مشات تتخرب يعني البشريه كلها غادي توقع في النهايه ديالها. Thank you.